أقيمت على هامش معرض ليبيا الدولي للأسماك والمنتجات البحرية ورشة عمل بحثت المشاكل التي تواجهها الثروة البحرية في ليبيا. ورشة عمل نظمها مركز تنمية الصادرات بصالة ميناء الشعاب بطرابلس على هامش معرض ليبيا الدولي للأسماك والمنتجات البحرية، وتخللت الفعاليات أربعة ورقات عمل تتناول المشكلات التي تواجه الثروة البحرية الليبية وتسلط الضوء عليها لحلها بشكل جذري، إضافة إلى توعية المواطنين. بالنسبة لفكرة المعرض، الغاية والغرض منها كيف أن نجمع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بموضوع أن كيف نبو نطلعوا بموضوع أن نتحصل على الترخيص لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي. مواطنون وصيادون ومهتمون بالجانب البحري حضروا الورشة، كما جرت مناقشة أوراق العمل بشكل مفصل إلى جانب حلول المشكلات المعروضة في الأوراق. نحن نشوف يعني حتى في ظواهر يعني تعتبر ظواهر مش كويسه بالنسبه للبيئه البحريه، من ضمنها يعني المتفجرات هذه والديناميت والحاجات الموجوده هذه، نشوفوا فيها يعني اثر كبير للبيئه، يعني تخريب لمواطن الاسماك، تخريب للبيئه البحريه، يعني الربح السريع ولكن نشوفوا فيه يعني فيه ناس ممكن تستفيد منها، ولكن في نفس الوقت تراه حيعتبر اهدار كبير للثروه هذه. جهود يستعرضها البحاث الليبيون من أجل الخروج من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، فهل ستجد صدى في أروقة صناع القرار؟